الاهلي وشباب بلوزداد، ايه رايك في ايه؟ في الماتش؟ لا طبعا ماتش مهم هيبقى جدا. ايه رايك في مش الاهلي؟ عارف الاهلي يعني بقول لك هنتكلم الاهلي وشباب هنا. بلوزداد، هيبقى ايه رايك في ماتش الاهلي ويانج الماتش افريكانز مثلا؟ اتفضل. الماتش صعب جدا طبعا، ماتش مش سهل. الاهلي يقدر يسهله على نفسه بالضغط على فريق شباب بلوزداد مبكرا من تلت ملعبهم، يقدر يغلطهم، يقدر يستفيد من ده انه يسجل بدري. وجود الجماهير والاقبال اللي حصل على التذاكر منذ طرحها من خلال الساعات اللي فاتت، وجماهير الاهلي في اسكندريه كمان مش محتاجه توصيه، يعني ما شاء الله لا، والنادي الناس الاهلي اعلن برضو ان المواصلات هتبقى اتوبيسات. مجانيه، اتوبيسات مجانيه الناس هتطلع من القاهره. لا انا الناس هتطلع بتكلم من على القاهره. ان دايما كل ماتشات الاهلي في برج العرب بيبقى فيها اقبال جماهيري صحيح، قوي من جماهير النادي الاهلي في اسكندريه، فما فيش قلق من حته الجماهير دي ان شاء الله. وجود الجماهير هيفرق معانا. فريق شباب بلوزداد فريق من الفرق المميزه، فوز النادي الاهلي بالمباراه دي ومباراه يانج هنا على ملعبنا يضمن له الصعود، توصل النقطه 10 تضمن على الاقل الصعود لدور الثمانيه. تعادل بره ارضنا بقى سواء مع ميداما او مع شباب بلوزداد او الفوز باي نتيجه في الماتشين يضمن لنا ان احنا نصعد اول، ودي اهميه التعادل اللي حصل مع يانج والفوز على ميداما هنا. الاهلي قادر ان هو بالسكواد بتاعه بالجهاز الفني باقامه المباراه هنا في القاهره، استاد برج عام من الاستادات المميزه، استاد الاهلي بيعرف يلعب على الاستادات الواسعه او الاستادات الارضيه بتاعتها بتبقى كويسه. فانا اتوقع ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل نتيجه كويسه وتساعدنا الفتره الجايه قبل السفر لكاس العالم. مهم جدا يا كابتن، وانت تفتكر ماتشات كتيره كنا رايحين كاس العالم، ومتذكر انا لحد دلوقتي ماتش المحله في يوم من الايام بنلعب المحله هنا ومسافرين 2008 وكميه فرص وتحكيم والكره معندنا لحد ما الجول بتاع بركات اللي جبناه في اخر دقيقه ده، قد ايه الموضوع كان بيفرق معاك وانت رايح كاس العالم وانت طبعا. غالب او انت متصدر؟ لا، وريت تكون مريح نفسك دماغك شويه بالظبط، برضو. او متصدر جدول الدوري او متصدر في افريقيا في مجموعتك، فان انت رايح بمكسب دي بتزود ثقه اللعيبه في نفسها، بتزود ثقه اللعيبه في الجماهير في الجهاز الفني. فمهم جدا تحقيق فوز، وفوق كم فوز كمان مريح ان شاء الله على فريق شباب بلوزداد اللي انا لازلت مصمم انه فريق محترم، عندهم لعيبه كويسه، عندهم جهاز فني محترم. فالمباراه مش سهله، واحنا بس اللي يعني زي ما بقول لحضرتك كابتن في ايدينا نسهلها ان احنا نسجل مبكرا في المباراه دي ونقدر نعمل سكور ان شاء الله كمان. طريقه لعب الشباب بلوزداد، لا فرقه طبعا يعني معاه مدرب كويس جدا البرازيلي طبعا باكيتا، ومدرب يعني عارف طبعا قيمه الاهلي بشكل كويس، وراجل جه ضرب الزمالك يمكن في الفتره بتاعه تغيير المدربين الكتير ده، كان جه فتره من الفترات في نادي الزمالك وعنده معرفه بالاهلي، يمكن عنده لعيبه لعبت منتخب الجزائر الاول يعني بالكتير بن غيث لعبوا قبل كده. انا بشوف يا كابتن ان خطوره شباب بلوزداد في الضربات الثابته بشكل كبير قوي، في الهجمات المرتده والتحولات الهجوميه عندهم خطيره جدا جدا، لكن انا بشوف العامل الاكبر على استعداد النادي الاهلي للمباراه دي. انا ضد الهجوم اللي انا شايفه الفتره اللي فاتت بصراحه على النادي الاهلي، شايف ان حصل ما يستحق الهجوم والضغط الكبير قوي اللي انا شايفه واللي موجود ده. انا شايف الاهلي خلاص مسافر بعد كام يوم يلعب كاس عالم انديه، وده انا بشوفه لناس كتير جدا بيكون انجاز تتويج لمجهود كبير جدا. انت فزت بدوري ابطال، محتاج انك انت تروح مرتاح زي ما ابو علي بيقول ان انت رايح فايز بمباراه مهمه قدام شباب بلوزداد، متصدر مجموعتك ان شاء الله، يكون عندك كمان 7 نقاط، تعادل مع انج افريكان زي هناك اللي مزعل الجمهور شويه ان انت كنت بتقدم خلاص في اخر دقيقه من المباراه. هو السيناريو لكن هو السيناريو ممكن يضايقك شويه، السيناريو تعكس، لو السيناريو اتعكس كان الموضوع لو نتيجة حاجه ثانيه خالص. انت لو متعادل 0-0 الناس ما كانتش هتزعل. لا كان ممكن تزعل شويه وعلي في حته ان انت ضيعت كتير، ولكن انا بشوف الاهلي لعب ماتش حلو يعني قدام يانج افريكانز هناك، وتوفيق خلاص كوره جت جول ما فيش مشكله، خلاص انت متعادل مش خسران قدام يانج افريكانز في تنزانيا. انا بشوف مباراه شباب بلوزداد هتكون صعبه جدا. الماتش بتاع الملعب بتاع تنزانيا او فرقه تنزانيا عامه، الاهلي يعني بقى لنا زمن بيتهيألي ما كسبناش هناك، ملعب غريب او المواجهات سواء يانج او سيمبا. لا وبنصعد الحمد لله. خلي بالك دوري المجموعات ده او دور المجموعات تحديدا وتجميع نقاط يا كابتن، تجميع نقاط وبتخلص نفسك. انا بشوف ان انت لازم من الاول تركز انك انت تبقى مركز جدا مع الهجمات المرتده لشباب بلوزداد، تحاول تخلص المباراه من بدري. بشوف كمان ان كولر عليه ان هو يطمن على كل لعيبته قبل كاس العالم للانديه، وبشوف وعايز اقول لك يعني رايي بسرعه في حته كاس العالم للانديه. انا بشوف في يعني انا دي من متابعتي يعني للصحافه السعوديه ومن التصريحات هناك ان في تعالي شويه من اتحاد جده في قصه البطوله، احنا هنفوز، احنا هاتوا الاهلي هاتوا. انا شايف كلام كتير جدا وده كويس، اعتقد ده حافز كبير جدا، لكن انا شايف كلام فعلا كتير جدا جدا. هم متناسين تماما مباراه اوكلاند ومتناسين خالص ان حته النادي الاهلي جاي بطل دوري ابطال افريقيا واكتر نادي اعتقد موجود في كل الفرق اللي موجوده، عنده خبرات اللعب في كاس عالم انديه وعنده من المشاركات يعني اللي تخليه في كاس عالم انديه. بس انت بتتكلم في اوكلاند ما بيكملش يعني، اوكلاند دايما مشكلته التمهيدي او الدور الاول يعني. لكن انا بقول لحضرتك المباراه بتاعه شباب بلوزداد انت محتاج تعمل فيها شغل كويس قوي وشغل فني كويس قوي زي ما انت بتقول، تروح
تروح المباراه، تروح كاس العالم ده وانت شامم نفسك، متصدر كمان البطوله في دوري ابطال افريقيا. دور المجموعات مهم، مجموعتك مش سهله، وحتى فرقه مدياما لما فازت على شباب بلوزداد ده يقول لك قد ايه مجموعه مش سهله، ومش مجموعه اللي هو فيها فريق خلاص في متاخرين 1-0 وانت مش بتتكلم في مثلا في مجموعه فيها فرقه خلاص واخده المركز الرابع متزايله الترتيب من اول ماتش، لا هي الاربع فرق بيتنافسوا على 2 هم يصعدوا. فعشان كده كل مباراه على ارضك هتكون يعني صعبه، وهيكون الثلاث نقاط فيها مهمين جدا. برضو في هذه المباراه من المعروف ان النادي الاهلي دايما بيلعب هاني وعلي معلول ناحيه اليمين وناحيه الشمال، هل من الممكن ان نجد تغيير في هذه المباراه طريقه اللعب اللي ممكن يلعب بيها؟ يعني انا لسه بتكلم في حضرتك في القصه ده كابتن. انا وجهه نظري، وجهه نظرك مش معلومات يعني. يعني وجهه نظري، هو اولا مارسيل كورا بيتعامل مع المباراه دي بمنتهى الذكاء، عمل جلسات مع اللعيبه عمل جلسات مع اللعيبه اللي تم اختارها ان هي بره قائمه كاس العالم، ووصل لهم فيما معنى. انا لسه كنت هخليها دي لما نيجي لكاس لا ده انا قصدي استعدادا لمباراه شباب بلوزداد، هو عمل كده عشان المباراه دي، ومش عايز يبقى فيه يعني حاله من الجدل جوه اوضه اللبس، مش عايز يبقى فيه حاله من الزعل، مش عايز يبقى فيه بلبله. فالراجل رفض الافصاح رسميا عن القايمه، ولحد دلوقتي الاهلي ما اعلنش رسميا عن القايمه، يعني كلها اجتهادات من الصحفيين. النقطه الثانيه، قعد مع اللعيبه اللي تم استبعادهم واتكلم معاهم ان لولا قرار الاتحاد الدولي بان القايمه 23 لعيب ما كانش ابدا هيستبعدهم، ان هم كلهم لعيبه كويسين وان هو مقتنع بيهم، لكن المرحله الحاليه او بطوله كاس العالم تقتضي ان هو يختار المجموعه اللي اختارها دي. ده فرق مع اللعيبه نفسيا بشكل كويس. وشكر فيهم وقال له احنا لسه عندنا بطوله سوبر، انتوا موجودين معايا. والراجل بيفكر، كان الكابتن شريف عبد المنعم قال لي ان هو عنده يعني في كلام بيتقال ان من الممكن جدا ان المجموعه كلها يصطحب المجموعه كلها، خاصة هل ده حقيقي؟ يعني عندي معلومة برضو بكده، مفيش حاجة رسمي، أنا بنتكلم في معلومات لسه كلها. ده كلها معلومات لكن الرسمي لسه. من الحاجات اللي بيفكر فيها إن بإذن الله في حالة تخطي الفريق الفايز من أوكلاند واتحاد جدة السعودي، أنت مكمل لآخر يوم في البطولة. كده أنت هتكمل لآخر يوم في البطولة فمكمل لآخر يوم في البطولة دي. معناه معناه إن أنت مش محتاج، ما أنت في قايمة. لا أنا قصدي معناه إن أنت هتطلع من السعودية على الإمارات عشان السوق هنا بعد الماتش، فمش هتسيب لعيبه فتره كبيره هنا ما بيتمرنوش او بيتمرنوا لوحدهم، لا يبقوا موجودين معاك، اللي يتعالج هناك، اللي محتاج يزود. لا انت تقصد ان هنا من بدايه البعثه لنهايتها الفرقه يعني مجموعه واحده كابتن مع بعض. بصراحه هو ذكي جدا بصراحه، هو ده المعلومه اللي عندي، ان الراجل بيفكر في كده. لو ربنا كرم الفريق ان شاء الله وتخطينا الفايز من اتحاد جده واوكلاند، فانت مكمل لحد اخر يوم، حتى لو ما لعبتش فاينل هتلعب ثالث ورابع صح، وتطلع بعديها على طول على السوبر يوم 25 25 28. ف يعني عندك ارتباط مهم، فلازم اللعيبه تبقى موجوده معاك. فده تفكير من ضمن اللي الراجل بيفكر فيه، وبنسبه كبيره ممكن الراجل يصطحب عدد كبير من اللعيبه الموجودين معاه. بيتعامل مع المباراه بشكل جيد، درس فريق شباب بلوزداد واتفرج على ماتشين بتوع ميدياما وماتش يانج افريكانز، ويعني حفظ اللعيبه طريقه لعب فريق شباب بلوزداد، أهلهم نفسيا بشكل كويس من بعد الراحة اللي الفريق حصل عليها. كل يوم في تدريبات، بكرة الفريق هيتمرن الساعة 1 العصر، ويمكن هيتناولوا وجبة الغداء في النادي ويتحركوا على اسكندرية 1 الظهر، وهيطلعوا بعد كده العصر على اسكندرية. الفريق هيبات هناك طبعا. فرقة شباب بلوزداد يمكن وصلت وموجودة، وطاقم التحكيم وصل بقاله 3 أيام موجود هناك في برج العرب. فالأهلي مركز في المباراة، يعني كولر محفظ اللعيبه طريقه اللعب والاسلوب ومين هيلعب على مين. اتوقع او الافضل انه يلعب ب 4-2-3-1، دي افضل طريقه بتهيألي الاهلي نفذها عكس اللعب ب 4-3-3. زي ما ابو علي قال في ملعب برج العرب، اعتقد ان احنا هنشوف عدد كبير جدا من الجماهير حاضر اللقاء بشكل كبير قوي بيساند النادي الاهلي. وخلي بالك يا كابتن، ده اعتقد هيبقى اكبر دافع للنادي الاهلي قبل السفر لكاس العالم. هنا سيك بقى قصه اللي انا مش فاهم ليه الهجوم على تعادلين في الدوري، او بيحصل هجوم غريب قوي على تعادل في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات. هو مش جمهور الاهلي بيبقى، لا مش بتكلم الجمهور يا ابو علي، لا مش بتكلم الجمهور، عايز، لا بس هو هنا بيتكلم على الجمهور، بتكلم ان انا بشوف ان انت، لا انا بقول الجمهور هيحضر المباراه ويساند النادي الاهلي، لا ولكن الهجوم اللي حاصل على ان من بعض كولر، في بعض المباريات طبعا ان كولر خلاص تناسى.